زي ما انتم شايفين الناس عندها مشاكل كتيرة جدا وتعبانة من حاجات كتيرة جدا، ومحتاجين بجد حكومة مبتكرة، حكومة ناضجة، حكومة كده تراعي مصالح شعبها بجد. طيب تعالوا نشوف مشاكل الشباب وأحلامهم وأمالهم للمستقبل إيه، وبيحلموا بإيه وعايزين إيه في التقرير ده. رصاص وصل دين ودعوة إسلامية جماعة أسيوط، وجاي من المنيا الصعيد هنا في جنوب سيناء بشتغل كعامل. أنا نفسي أخد حريتي كأي شاب أو أشتغل ألاقي وظيفة تسيبني. أنا بشتغل هنا كعامل وبشتغل عامل في الفاعل في الخرسانة، فأنا بشكو حالتي لجميع أي مسؤول. اشتكي إني معايا دبلوم تجارة وشغال سواق، مهما نطلع برضه ونروح ونيجي الشغل مش مغطي، متجوزين عندي طفلين، مصاريف مش يعني مش مغطية الدنيا. أنا كليسانس نفسي أتوظف، انا جايب ليسانس تقدير جيد جدا والحمد لله من 2009 كمان، يعني انا كمان كشباب نفسي اتوظف زي الناس. السياحه دلوقتي حاليا ما حدش بيبص لها بعين الرأفة خالص، ما فيش شغل سياحه، والكلام اللي بيتقال في الاعلام دوت غير حقيقي. انا نفسي تسجلوا فعلا في شرم الشيخ وفي الغردقه في مناطق السياحيه، الناس فعلا مش لاقيه. لو فضل الحكومه توفر لنا فرص عمل كده عشان نعرف نتجوز وكده، ودلوقتي ما فيش اي حاجه اصلا، مش عارفين نجيب نصرف ولا نعمل اي حاجه اصلا. اما شاب زي حالتي كده مش لاقي لا فلوس ولا يصرف منين ولا يوكل اهله منين، هيعمل ايه؟ هيفكر بطريقه ثانيه. 18 سنه بتعلم، طب ليه طيب اتعلمت بعد ده كله ضايع؟ ما لاقيش اي حاجه تناسبني ان انا اشتغل زي اي واحد ما اتعلمش ولا شاف اي حاجه على العلاقه. بالنسبه لدراستي انا درست سياحه فنادق، ما بشتغلش في مجال السياحه ده خالص، سياحه نايمه خالص، مفيش سياحه. يعني شغلي معايا محل موبايلات شغال فيه. هي الدراسه تبقى حاجه وشغل حاجه، ده معروف في الهندسه في الطب، في يعني اللي هي ما تكونش ما تاهلش الواحد لسوق العمل، فدي برضو مشكله مشاكل كبيره برضو. الحكومه الجديده يعني ان شاء الله كده اهوت يعني تتحسن، تسكن الشباب وتوظف الناس اللي هم قاعدين، وفيه برضو مشاكل الشباب كتيره بتعاني منها بالنسبه برضو للشغل، بيقعدوا على القهاوي وما فيش لهم شغل، يقدموا في الوظايف ما حدش برضو بيسال فيهم. مش قلت لكم لسه في شباب عنده امل وعنده حلم لبكره؟ يا رب نقدر كلنا نساعد الشباب ده على تحقيق احلامه. نطلع فاصل ونرجع نواصل. واحد من الناس